ازاي انتظم في الصلاة وابقى محافظ عليها وتبقى جزء من يومي. كملوا الفيديو للآخر، هقول لكم خطوات عملية تقدروا تعملوها وان شاء الله تبقوا مواظبين على الصلاة. هنتكلم الاول سريعا عن أهمية الصلاة او منزلة الصلاة في الإسلام. الصلاة اعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين حتى الأنبياء والرسل. الصلاة ربنا أمرنا بيها وأوجبها علينا على كل حال، يعني لا بتسقط للمرض ولا بسفر، لكن بنأديها بكيفيات معينة. الصلاة أول شيء هنتحاسب عليه، صلاح عملنا وفساده هيكون بصلاح صلاتنا أو فساد. رسولنا الكريم بيقول في الحديث: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. وكلنا عارفين إن الصلاة فرض، والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، طبعا كلنا عارفين عقوبة تارك الصلاة. طيب ايه الخطوات العملية اللي اعملها عشان اقدر انتظم في الصلاة؟ رقم واحد، لازم يكون عندنا ارادة ونستعين بالله عز وجل، وكمان نقسم من الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ونقول كمان: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر ربنا كتير، ولو في اي ذنب بنعمله نبطله، لان الذنوب دي بتحول بيننا وبين الطاعات. وكمان نخلي ذكر الله على لساننا على طول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. نستشعر عظمة الصلاة بداية من الوضوء، واحنا بنتوضى نستشعر ان كل قطرة بتنزل من الماء بتتساقط معاها ذنوبنا، ونستشعر عظمة الوقوف امام الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ونتدبر القرآن وكل ذكر بنقوله في الصلاة، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نكون خاشعين في الصلاة. النقطة الجاية دي اهم نقطة، واللي بسببها احنا اصلا بنتكاسل عن الصلاة. لازم نصلي صلاة على وقتها. هنعمل ايه؟ هننزل اي ابلكيشن للصلاة، او حتى هنظبط المنبه بتاعنا قبل وقت الصلاة بخمس او 10 دقايق، ونبدا ان احنا نتوضى ونجهز للصلاة، ننتظر الصلاة. وخليكم عارفين كده ان احنا ان شاء الله بناخد اجر اقامة الصلاة، واجر كمان انتظار الصلاة، وكمان اجر مجاهدة النفس، لان احنا بنجاهد نفسنا عشان ننتظم على الصلاة. بعد الصلاة هنجلس جلسة خفيفة، الجلسة دي مش بتاخد مننا اكتر من 5 دقايق. الجلسة دي مش هتخلي الصلاة مجرد حاجة كده بنأديها في وسط يوم ونقوم على طول، لا، هتعزز ارتباطنا بالصلاة اكتر. واخيرا لازم صحبة صالحة، لازم حد يشجعنا على ان احنا ننتظم على الصلاة. لو انت مثلا بنت في البيت، حاولي تصلي مع مامتك او اختك وتشجعوا بعض، ممكن مع صاحباتك تعملوا جروب مثلا على الواتس او على الماسنجر، ووقت كل صلاة تفكروا بعض برده وتشجعوا بعض على إقامة الصلاة. انا عاملة جروب للبنات فقط على الانستجرام لتشجيع بعض على الانتظام في الصلاة، لو حد منكم حابب ينضم لي هيلاقي الانستجرام في البايو. رقم واحد، لازم يكون عندنا ارادة ونستعين بالله عز وجل، وكمان نقسم من الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نستغفر ربنا كتير، ولو في اي ذنب بنعمله نبطله، لان الذنوب دي بتحول بيننا وبين الطاعات. وكمان نخلي ذكر الله على لساننا على طول. نستشعر عظمة الصلاة بداية من الوضوء، واحنا بنتوضى نستشعر ان كل قطرة بتنزل من الماء بتتساقط معاها ذنوبنا، ونستشعر عظمة الوقوف امام الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ونتدبر القرآن وكل ذكر بنقوله في الصلاة.